بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية بعد انتهاء لقاء الأهلي وسموحة بالتعادل السلبي. دكتور طه، يعني تعادل سلبي النهاردة وأداء ما أعتقدش الأفضل بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. شوف النهاردة يعني أي كل العيوب اللي في الكورة موجودة النهاردة في الماتش للنادي الأهلي يعني بالذات، وعلى العكس بالنسبة لسموحة. يعني ما فيش الحدة البدنية، الشراسة في الالتحامات، السرعة في الوصول للكرة من أطول، فقدان الكرة، تمريرات مقطوعة بالنسبة للنادي الأهلي، انتشار سيء مش جيد طول الوقت. دي كلها العيوب اللي موجودة في الكرة باستمرار، وإدارة سيئة للماتش بصراحة. كمان بقى عشان أكمل، إدارة سيئة للماتش، يعني سواء في عدم يعني التنبيه على اللعيبه او عدم تعليمات للعيبه. يعني لما اكون مدير فني واقف ما بتكلمش، طب انا واقف ليه؟ طيب ما بتكلمش خالص ولا بدي فرصه مثلا المساعد بتاعي يقوم يدي تعليمات بتاعتي، يقوم هو يتكلم على الخط. يعني انا طبعا مش مع المدرب اللي يقعد يتنطط على الخط، بس في نفس الوقت ان انا ادم واقف يبقى لازم على الاقل ليا في تعليمات طبعا، في اوقات او تعليمات شايف انما ما فكل العيوب دي موجوده. وعلى فكره ودي مش المباراه ديت مس اكسبشن عن المباراتين اللي فاتوا، بالعكس المباراتين اللي فاتوا انت تقدمت يعني قدام فيوتشر، تقدمت بهدف ومع هذا ما قدرتش ان انت غلط هذا الهدف، وللاسف ما قدرتش تحافظ عليه كمان، وجيت هاجمت هجوم في الوقت الغلط. ما هاجمت بشراسة بعدد كبير في الوقت الغلط في آخر المباراة، تردت عليك هجمة مرتدة سجل منها فريق بعكسرية عددية بالرغم ان هم ناقصين فيوتشر، سجلوا الهدف التعادل. وبعدين مع فاركو برضو اتقدمت في الشوط الأولاني، ومع هذا الهجمة الوحيدة اللي عملها فاركو في الشوط الأولاني في آخره سجل منها هدف، وانا اتكلمنا عليه في بداية بتاع. فالنهارده لما بتقدرش سجلت هدف ما تقدرش تحافظ عليه ولا تقدر تزكيه بهدف تاني، بتكون النتيجه انك بتتعادل. وده موسم التعادلات اللي عملها النادي الاهلي في السنتين اللي فاتوا كلهم كده، تكسب جول وبعدين ما تحافظش عليه وعايز تسود الجول ده في اخر وقت تبص تلاقي راح جاي فيه الجول. النهارده طبعا ما فيش حاجه خالص، يعني لا انتشار جيد ولا خفه حركه في الوصول للكره اسهل، ولا شراسه في الالتحامات ان انا اخد الكره الاول على طول، كل الكرات الفريق سموحه ياخدها الاول وبعدين بينقل بهدوء. ما انا اتكلم على سموحه عملوا جيم كبير جدا طبعا، اول مغلق خالق دفاعه بشكل جدا طوال، والكرات العاليه واخدينها باستمرار وهم الوصول للكره اسرع، وبعدين بتوصل الكره في نص الملعب مع المهاجمين بيعملوا كومبينيشن بشكل كويس وتمريرات صغيره جميله، بعدين تمريرات عميقه زي الكرات الانفرادات اللي حصلت واتكلمنا عليها في الشوط الاولاني، ادى من تمريره اوجولا لمكرونة في اول اللعب، وبعدين هتلاقي برضو تمريره تانية برضو اللي يعني شوف مثلا بالنسبه للنادي الاهلي حتى لما بيستلم الكوره يعني ما فيش اي يعني افكار ان انا اقدر استفيد منها بشكل كويس، ولا سرعه ولا خفه حركه. شوف سموحه في الاخر الشوط برضو الكره العرضيه اللي اتعملت وتفوتت لأوجولا جول 100% وعملها عاليه، برضو اخطاء دفاعيه في التمركز واخد بالك، ويعني برغم انك انت كمان مش مسيطر هجوميا حتى دفاعيا برضو عندك مشاكل كان ممكن يحصل اهداف عليك. فانا شايف انه النهارده والماتشين اللي فاتوا النادي الاهلي بعيد جدا 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 عن نص الملعب اللي بيقود الهجمات عندنا في بعض الفترات، وانا اديت اوقات السنتر باكات اللي ورا السرد باكات صح كله جالي مستخبي قدام. يعني في لقطات بتكره في نص الملعب وتلاقي ماسكها السرد باكات واللعيبه خمسه سته عاملين بالعرض جوه ال 18. طب انت هتعمل هجمات ازاي؟ فين الاثنين السنتر باكس والاثنين الارتكاز ومعاهم اللعيب السائط اللي هو برونو؟ يعني الثلاثه دول عليهم مقومات ان انا امسك كوره في نص الملعب واقدر اعمل يعني تطوير الهجمه بشكل كويس واوصل بشكل كويس، لكن ده كله مش موجود. انا شايف ان النادي الاهلي لعب مباراه من المباريات السيئه جدا ومن اسوأ المباريات، وده تكرار للمباراتين اللي فاتوا، بس المباراه اللي فاتت يعني كان ظروفك اسعد في انك انت كنت مسجل هدف وبعدين حصل تعادل في الاخر، ومباراه فاركو قدرت انك تجيب جول في الدقيقه 6 ولا 7 في الوقت الضايع. طبعا كلها دي بتبين ان مثلا العرضيات اللي بتتعمل انتشار الناس اللي موجوده مش جيد، بدليل ان الكره فاتت منهم كلهم حتى البعيد مش حاطط نفسه في مكان يسمح لي بان الكره لو جايه قصيره اروح لها بوشي سهل، لكن لو طويله هتجيلي، انما هو داخل لجوه برضه يعني حتى الانتشار مش جيد يعني، انما ده لا يمنع ان
سموحه عملوا جيم كبير جدا. انا بهني اللعيبه على الاداء اللي ادوه بصراحه، وهطري العشري قاد الفريق في هذه المباراه بشكل جيد رغم يعني ظروف الفريق الصعبه. دي كره من الكرات اللي انا طلبتها، يعني حمدي فتحي رجع الكره دي ازاي بدماغه، نرجعها كده، رجعها فين؟ للارتكاز اسمه ايه احمد مصطفى، صحيح، رجعها له عدل. القواعد ان انا اطلع الكوره اما بعمل كليرنس واطلع الكوره دي اعملها، لازم اعملها على جنب واعملها قويه بعيده عشان ما اديهاش لواحد في متناوله يبقى قدام الجول يشوط الشوطه زي دي، كان ممكن تبقى جول طبعا. فدي حتى برضو في النواحي الدفاعيه، ودي مثلا كوره من ضمن الحاجات يعني حمدي فتحي اتلعبت له لكن ارتقائه مش جيد فيها. فانا شايف يعني سموحه يستحق النقطه، وربما لو كان مسعد شويه كان ممكن يكسب المباراه دي، انما النادي الاهلي الحقيقه يعني خد نقطه تعتبر جيده بالنسبه له بالنسبه للاداء اللي هو اداه يعني.